صراحة يعني هلا لما بلشنا نشرنا كم شغلة بلش يجينا ردود فعل من الأطفال، فهاي كمان بتحفز الواحد لما يشوف شوية شغله بلش ينتشر ويشوف ردود فعل الناس، والحمد لله يعني ردود الفعل كانت كثير إيجابية، فهاي بتخلي الواحد بتخليه يحفزه يعني. وبآخر اليوم بنحب اللي احنا بنشتغله، يعني بنحب نخلق الشخصيات ونعمل منها قصص وأونلاين جيمز وكل الحكي. فإذا ما بتحب تبلشش بهالموضوع، فلاقي شغلة أنت بتحب فيها، لاقي شغلة you're passionate about، لأنه هذا الإشي الوحيد اللي راح يخليك تصحى الصبح وتنام بس ساعتين وثلاث باليوم وتكمل شغلك.